عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى ثانوي، عاملين إيه الأخبار؟ إن شاء الله هنكمل حل يونت 1. إحنا خلصنا كده الميني تيستس الأولانية، هنبتدي نكمل الإكسرسايزز بتاعتنا على اللانجوج. أوكي، طب نمبر 1 خليكم معايا. مستر أشرف سبيس a call from an important client، يعني جاله مكالمة من عميل مهم yesterday. وطبعا أول ما نشوف yesterday دي كلمة keyword بتدل على الباست، كلمة بتدل على الباست سيمبل. اوكي، ما ينفعش نقول ريسيف مضارع ولا ام ريسيف دي خالص، ولا دي اللي هي ووز ريسيف. الحال الصح سي، ليتر سي اللي هي ريسيفد. نمبر 2 a call from an important client، هنا بيعمل لك جمله بس بطريقه تانية اللي هي طريقه الباسيف. فاحنا لازم نهتم بالباسيف ده، ان احنا المفعول اهو جابه لنا في الاول، وبرده كاتب لي yesterday، معنى كده ان انا هعمل باسيف في زمن الباست اللي هو بجيب مفعول وبجيب ووز او وير وتصريف ثالث. يبقى اني واحده ليتر دي، برافو عليكم، الشروط متحققه. الكول دي مفرد، يبقى هجيب ووز وتصريف ثالث اللي هو received. نمبر 3 some friends، بعض الاصدقاء، وعندي سبيس فراغ، him the money he needed، المفروض ان هو بعض الاصدقاء ها ما عطولوش الفلوس اللي هو عايزها. يبقى some friends given، ينفع اقول given من غير have و has قبليها او had؟ لا طبعا. طب ينفع اقول some friends give him the money he needed؟ و needed دي ليه اختار باست هنا يا جماعة؟ لان نهيل الجملة باست، needed احتاج، يبقى هم عطوله خلاص الفلوس اللي هو كان محتاجها. لو الجملة انتهت باست يبقى لازم نبتديها باست يا جماعة، ولو ابتدت باست ننهيها باست، يعني لازم يبقى الزمن واحد، ما يبقاش فيه مضارع وباست في نفس الوقت. يبقى صح، يبقى some friends didn't give، ما عطوهوش الماني اللي هو كان عايزها. نمبر 4 هي حاجة the money he needed. ها هنا بقى برضو هيعمل لي الجملة passive، وما تلخبطش ان هو بديلي بهي. هتقولي هي دي تبقى مفعول، ايوه هو هنا مفعول، المشكلة لما هو تبقى مفعول، هي هتبقى مفعول، وهنقول ان هو ما تعطاش الفلوس اللي هو كان عايزها. ما تعطاش دي يعني ايه؟ يعني لازم اجيب طبعا هنا زمانها قلنا past، بس في زمن الباست عشان في فعل هنا عندي في الماضي اللي هو needed، فهجيب was a were زائد تصريف تالت، وطبعا منفية يبقى هنا مفرد wasn't given. okay number five بيقول لنا هنا في سؤال did حاجة to the secretary، السكرتيرة ها did you hand the report، هل انت سلمت الريبورت التقرير للسكرتيرة، ولا ديت ذا ريبورت هاند؟ طبعا ما ينفعش اقول ديت ذا ريبورت هاند، هل التقرير سلم نفسه؟ ما ينفعش. ولا ما ينفعش برضه اقول ديت يو هاندد، لان هنا ديت لازم الفيرب يجي وراها مصدر، ما ينفعش اقول ديت يو هاندد، لازم تبقى ديت يو هاند زي الاولانيه اللي هي ليتر اي. ديت يو ذا ريبورت هاندد برضه ما ينفعش اعملها بس غير لما يكون في verb to be في الباست، was aware زي مش موجود هنا was aware خالص، فنختار letter A اللي هي did you hand the report، هل انت سلمت التقرير. number 6 was حاجة to the secretary، للسكرتيرة was ايه؟ was هنا طبعا واضح ان هعمل سؤال في الباسف، لان number 5 سألب did، وهنا ما ينفعش يبقى ده سؤال في الباسف. was aware هي اللي ينفع بيهم اعمل سؤال في الباسف، فهنا هيقول لي هل التقرير اتسلم؟ هل التقرير تسلم دي مش هجيب سيرة انت خالص، ما ينفعش اقول was you hand the report، ما ينفعش. وليتر بي برضو يو دي هنستبعد يو خالص، بس هختار حاجة بقى فيها report التقرير. تنفع التانية اقول was the report hand to the secretary؟ لا مش هينفع، ليه؟ لان لازم يبقى في عندي verb في التصريف التالت past participle، يبقى دي هي اللي تنفع لان هنا الشروط متحققة، was موجودة في السؤال و the report هنا المفعول. طبعا ليه جاي في النص؟ هتقولي طب ما الباسف بجيب المفعول في الاول، لا ده سؤال، وطالما في سؤال was where تيجي الاول، بعد كده المفعول، بعد كده التصريف التالت. يا رب نكون فاهمين letter دي الحل، لان الريبورت وراها التصريف التالت اللي هي handed. اوكي number 7 when was base your medicine، الدواء علا المفروض ايه؟ امتى انت خدتي الدواء اخر مرة خدتي الدواء؟ ينفع اقول وين يو؟ طبعا وين دي من الحاجات اللي لازم يجي وراها،
فعل مساعد اللي بيقول عليه مسند، يسندها كده فعل مساعد. طب يو لتر ايه هنستبعدها؟ لان موجوده يو على طول، ما ينفعش، انا عايزه فعل مساعد. وهنستبعد دي، حلو قوي ان احنا نحل بطريقه الاستبعاد دي، نستبعد الاجابات اللي احنا صعب انها تبقى صح خالص، اللي هي ما ينفعش اقول ورا وين على طول الفاعل، لازم فعل مساعد. هستبعد ايه وهستبعد دي لان اولهم يو. فاضل عندي حاجتين، ديد وور. امتى اختار وير؟ لو انا هعمل باسف، يبقى هنا الاجابه الصح ديد. وين ديد يو لاست تيك يور ميديسين؟ اولا امتى انت خدتي اخر مره الدواء بتاعك؟ طب نمبر 8، اي حاجه عمر in the street the other day. طبعا the other day كلمه من الكلمات اللي اكيد لازم اختار past زي yesterday بالظبط، يبقى I met عمر in the street the other day. اوكي ندخل على الباقي. نمبر 9، اويك حاجه I was offered a good job. اوكي انا اتعرض عليا وظيفه كويسه. وطبعا احنا عارفين ان الجمله هنا past، وان دايما اجو هي اللي دايما بيجي وراها الزمن. يعني مثلا بقول ايه 5 years ago، a week ago، a month ago كده. يعني يبقى هنا a week ago هي الحل الصحيح. اجو يعني منذ، وبيجي قبليها الايه الزمن. نمبر 10، I lost. ماشي انا اخر حاجه from here on Friday، انا اخر حاجه سمعت عنها يوم الجمعه. طبعا كلمة last برضو من الحاجات اللي بتدل ان انا هستخدم past. والباست فين يا جماعة؟ I last heard. طب هتقولي ليه مش was heard؟ لان was heard هتبقى passive، وانا هنا انا اللي سمعت. اوكي نمبر 11، I showered يعني انا خدت شاور. يعني I showered and حاجة before checking my inbox. ها طبعا انا لسه مأكدة عليك، واحنا ابتدينا الجملة ماضي، محدش يختار لي بعد كده مضارع، ابتديناها ماضي ننهيها ماضي. I showered and هل ينفع اقول dress؟ طبعا dress هنا مش معناها فستان، dress هنا معناها يلبس. انا خدت شاور ولبست، يبقى ما ينفعش dress. انا خدت شاور ودرست ولبست، يس هي ديت letter B، وما تنفعش I am dressed طبعا ولا don't dress. نستبعد المضارع ده خالص لان احنا ابتدينا ماضي ننهيها ماضي. Number 12، I حاجة play football on Fridays. هل ينفع اقول I was used to؟ طبعا لو قلت I was used to لازم يجي وراها verb was ing او noun، ما ينفعش استخدمها خالص. طب ينفع اقول I used to play football on Fridays، انا اعتدت على ان العب الكورة ايام الجمعة؟ يس هي دي. طب نشوف اللي وراها، هل ينفع اقول be used؟ طبعا لا، be دي ما تنفعش، لازم اصرفها تبقى am او is او are، لان في I هنا تبقى لازم am او is او are او was او were لو ماضي يعني. طب ينفع اقول became used؟ طبعا لا، هنا ما تنفعش لان لازم used هيجي وراها to، هي مش موجودة هنا to. الحل الاصلح والاسلم I used to اللي هي letter B. Number 13، I حاجة playing football on Fridays. جابها لي برضو بطريقة تانية، جايب لي الصح بقى اكتر. طالما جايب لي verb was ing يبقى لازم قبليها used to، بس مش لوحدها، verb to be قبليها. I was used to playing football. فاهمين ليه جت was used to؟ عشان في verb was ing اللي هو playing. okay number 14، my sister and I حاجة mom with the housework. انا واختي ساعدنا ماما في الhousework. ايه الhousework ده؟ عمل المنزل. يبقى my sister and I yes helped ساعدنا خلاص ماما with the housework. وطبعا my sister and I، طب ما حد يقول لي ليه ما قلناش was helping؟ طب ما was helping دي يعني ساعدنا في الماضي برضو، لان انا واختي احنا الاثنين مش هينفع اقول would، لازم اقول my sister and I were helping. كانت تنفع استخدم past continuous عادي، بس هنا ما ينفعش عشان قال لي was helping، انا عايزه were. فهمتوا؟ يبقى الحل الصح helped. طب حد هيقول لي ليه مش were helped؟ عشان ما ينفعش استخدم passive. احنا كده معناها اللي احنا اللي تساعدنا، مش احنا ساعدنا مام. was helped شرح وباسف برضو، بس في المفرد ما ينفعش احنا نبقى باسف لان احنا اللي ساعدنا، احنا فاعل. نمبر 15، from 9 to 12، لما يديني يا جماعه كده رقمين، مده بتحاصر ما بين وقتين من 9 ل 12، يبقى في استمراريه، يبقى لازم اختار عندي زمن مستمر سواء مضارع او ماضي. طبعا اشوف الجمله فيها كلمه بتدل على الماضي، يبقى لازم اختار ماضي مستمر past continuous.
from 9 to 12 last Friday من 9 ل 12 الجمعه اللي فاتت، يبقى انا هختار past continuous. I not an important meeting، انا حضرت اجتماع مهم، حضرت في الباست كونتينوس تبقى was attending، attending يعني حضرت، was attending. number 16 برضو عطيني هنا from 9 to 12 من 9 ل 12 last Friday الجمعه اللي فاتت، هنا بقى برضو لازم نفهم النقطه دي، بيعملي نفس الجمله اللي فاتت بس بسف مبني المجهول. an important meeting اتحضر، اوكي اتحضر ده ازاي بقى؟ طيب هو من 9 ل 12 اتفقنا انه ده ماضي مستمر، يبقى الباسف بتاعي لازم يبقى ماضي مستمر، الباسف في الماضي المستمر لازم يكون في حاجه اسمها being، اوكي. طب هنا an important meeting مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى تاخد اس. تاني خطوه مستمر نحط being. تالت خطوه past participle، تصريف تالت يبقى attended، اوكي يبقى الحل دي. number 17 ده سؤال، اوكي اتفقنا ان سؤال، يبقى ايه اللي نستبعده؟ اكيد letter B اللي هي you were، مش هبتدي السؤال بيو، يبقى احنا كده سهلناها على نفسنا شويه ان في ثلاث اختيارات هنختار ما بينهم. طيب في doing فعل في ing، طب في فعل في ing اوكي، يبقى انا هفكر كده شويه، هل اقول where you doing when I called you، هل انت بتفعلي لما انا كلمتك؟ ما ينفعش اختار بقى سؤال بهل، واضح ان انا اقول لها ايه، هل انت تفعلي، هل انت تفعلي؟ طب يبقى دي ما نستبعدها، ونستبعد التانية برضو لا مش هنستبعد حاجة تانية، احنا في حاجتين بقى هنختار ما بينهم، what هو what، what you were ولا what were you. ها برافو عليكو، عشان اكون سؤال لازم يبقى فيه مسند اللي انا قلت عليه اللي هو الفعل المساعد، يبقى what were you doing when I called you، كنت بتعملي ايه لما انا كنت بكلمك او لما اتصلت بيكي. number 18 while my brother، اثناء ما اخويا كان ذا ماتش، كان بيتشاهد الماتش، I was writing an essay، انا كنت بكتب مقال، يبقى واضح ان هنا في زمانين مستمرين مع بعض، انا بعمل حاجه واخويا بيعمل حاجه، انا بشاهد الماتش واخويا بيكتب المقال الايسي، سو الاثنين هيبقوا past continuous، الاولاني past continuous الثاني past continuous. طب حد هيقول لي كده طب ما قاعده while احنا متعودين يبقى past continuous والثاني past simple ماضي بسيط، هقول لكم لا، وفي قاعدة تانية بتقول لو حدثين الاتنين ماشيين مع بعض يبقى الاتنين مستمرين، انا بشاهد الماتش واخويا بيكتب المقال الايساي، اوكي يبقى while my brother was watching the match I was writing an essay. number 19 when the doorbell rang، لما جرس الباب رن، we ها دي قاعدة when، اعطاني خلاص الباست سيمبل، فاضل لنا حاجة واحدة الباست كونتينوس اللي هو we were having lunch، اوكي. number 20 حاجة the football match he broke his leg، ها while ينفع اقول while the football match، هي while بيجيش وراها noun، while بيجي وراها verb ing، وقاس شرحه during هي اللي بيجي وراها noun، ماشي يبقى during the football match he broke his leg، اتكسرت رجله. number 21 she was a little girl she wanted to be an actress، عايزة تبقى actress يعني ممثلة، يبقى المعنى اللي ماشي هنا yes برافو عليكم، when she was لما كانت صغيرة she wanted to be an actress، كانت عايزة تبقى ممثلة. number 22 حاجة my sleep، my sleep اللي هو النوم، أثناء النوم، أثناء النوم برضو during my sleep I had a nightmare، وهم ترجم لي كلمة nightmare يعني كابوس. number 23 the police arrested him، البوليس قبض عليه، as he بينما هو yes برافو عليكم was leaving the scene of the crime، scene of the crime اللي هو مكان الحادثه مشهد الحادث، crime الجريمه يعني مش accident حادثه، هنا crime يعني الجريمه، وهو ماشي من مكان الجريمه او المشهد بتاع الجريمه اللي حصل، البوليس arrested him قبض عليه، as هنا يا جماعة اللي في النص دي كأننا شايفين while بيجي وراها past continuous وقبليها past simple. number 24 everybody was at the office at 8:30 yesterday، كلهم كانوا في المكتب الساعة 8:30. the meeting حاجة at 9:00 والmeeting yes بدأت الساعة 9:00. طيب نشوف كده ايه اللي ممكن نستبعده، زي ما اتفقنا برضو لو عرفتوا القاعدة دي او حطيتوها في مخكم هتحلوا صح، everybody was at
the office. كل واحد كان دي يعني ماضي، يبقى لازم انهي جملة ماضي؟ ينفع اقول starts؟ no طبعا. ينفع اقول has started؟ طب ما has started دي مش ماضي، دي مضارع، مضارع تام. يبقى استبعد المضارع البسيط واستبعد المضارع التام واستبعد الماضي التام. ليه استبعده؟ لان الماضي التام ده حدث قديم بيحصل قبل الماضي البسيط، ما ينفعش اختاره هنا. هختار ايه؟ ماضي بسيط زي اللي احنا ابتدينا بيه. يلا نكمل مع بعضينا. Number 25. I was based into a good family in south of Egypt. انا اتولدت لعيلة غنية في جنوب مصر. طبعا اتولدت دي لازم تبقى باست على طول، وباسف كمان. اتولدت، انا اتولدت، يبقى انا ابقى باسف هنا، حد ولدني يعني، يبقى I was born اللي هي letter B. Number 26. When Mariam was young، لما مريم كانت صغيرة، she used to، طبعا بعد used to مش محتاجة، بختار infinitive live لان مش قبليها verb to be. Number 27. I حاجة visit the pyramids every month، كل شهر بزور الاهرامات. When I was in Giza، لما كنت في الجيزة، يبقى انا اعتدت ان انا ازور الاهرامات. طب حد هيقول لي ليه ما قلتش used الاوانية؟ لان used الاوانية معناها استخدمت، ملهاش معنى اعتاد على. used to اللي هي letter B هي الاجابة الصح. Number C used for طبعا معناها يستخدم برضو. Letter D am used to ليها قاعدة ان لازم بعد used to verb with ing او noun، وهنا مفيش verb with ing او noun. 28. اتفقنا ان during بيجي وراها النوون اللي هي flight رحلة الطيران، يبقى during the flight. Number 29. Really حقا they visited the zoo 5 years. 5 years دفعنا لسه لكم من شوية ان اجو بالذات بيجي وراها الزمن. 5 years ago، 2 years ago، a week ago، a month ago. 30. While studying، اتفقنا ان while بيجي وراها past continuous او verb with ing، وهنا هو while studying اثناء المذاكرة he not asleep، هو وقع في النوم. وقع في النوم دي لازم تبقى past، اللي مختارها full طبعا غلط. اوكي، هي feel الماضي بتاع fall، feel اللي هي letter C، وطبعا ما ينفعش اقول falling تصريف تالت ولا was fallen، لان انا هنا فاعل، انا اللي وقعت في النوم، مش انا حد نيمني يعني. اوكي. Number 31. What I know at yesterday while the match was being broadcasted، والماتش بيتذاع. What ايه بقى؟ كنت بتعمل ايه ساعة ما الماتش كان متذاع؟ احنا عندنا while جا وراها هو past continuous، وقبليها برضو ممكن يجي past continuous. احنا اتفقنا ان ممكن حدثين يجوا مستمرين مع بعض. كنت بتعمل ايه في وقت الماتش ما كان بيتذاع؟ يعني الاتنين ماشيين مع بعض. طب تتقال ازاي بقى؟ ينفع رقم ايه؟ what were you done؟ ينفع اقول كده؟ لا طبعا. اوكي، احنا عايزين past continuous اللي هو letter C. what were you doing. Number 32. شي حاجة in Cairo for 10 years later، وبعد كده she got married and moved to Aswan تقريبا. اوكي، نمسك حاجة حاجة. احنا قلنا هنا she lived دي الحل الصح، هي عاشت في كايرو لمدة 10 سنين. later she got married and moved to Aswan، وبعد كده اتجوزت وراحت أسوان. هنا ترتيب احداث يا جماعة، ترتيب احداث ازاي؟ يعني في الماضي هي اتجوزت، وبعد كده بعديها لازم الحدث اللي وراها يكون مضارع تام اللي هو ايه؟ she got married and moved to Aswan. Number 27. How fast حاجة when the accident happened. طبعا هنا دي قاعدة when، واحنا حافظين قاعدة when ان بعديها past simple قبليها ماضي مستمر. طبعا اللي كان عامل did you drive ديت غلط، المفروض were you driving. were you driving يعني كم سرعتك وانت بتسوق. were you driving past continuous قبل when. Number 34. I borrowed my friend's car. انا استلفت عربية صاحبي. because mine عشان بتاعتي بتتصلح، ولازم بتتصلح دي تبقى ايه؟ تبقى باسيف. العربية بتتصلح، ومش بس باسيف يا جماعة، باسيف مستمر في حالة الباست الكونتينوس. في حالة الباست كونتينوس ازاي؟ يعني انا عربيتي بتتصلح، مش دي بتاخد فترة وتستغرق فترة انها تتصلح، يبقى مش هعملها باست عادي ابدا، لازم اعملها باست كونتينوس. يبقى دلوقتي اقولها بتتصلح ازاي بقى في الباست كونتينوس؟ لازم اجيب being وفي نفس الوقت قبليها was where.
يبقى was being repaired اللي هي letter C. ومعلش الشخبطة دي عشان كنت بصلح واللي كان بيحل كان عاكك. okay was being repaired. number 35 أميرة. وفي في الجملة well yesterday، طبعا yesterday على طول أكتر past simple، يبقى didn't look. 36 I have ready to take the exam. أنا مستعد ولا مش مستعد؟ شكلها طبعا مش مستعد إن أنا أخد الامتحان. So I postponed it. عشان كده أنا أجلته. طيب اتفقنا إن الجملة النص التاني past يبقى لازم الأولاني past. هل ينفع أقول didn't be؟ ما ينفعش طبعا أقول didn't be خالص. طب don't be مش عايزين مضارع، يبقى أنا ما كنتش. وحتى الجملة معناها ما كنتش، كان دي يعني إيه؟ قلنا verb to be. فالماضي يبقى was، وما كنتش مستعد يبقى wasn't. I wasn't ready. Number 37 at home when the fire started. لما انا بسأل سؤال، هل انت كنت في البيت؟ كنت في البيت لما الفاير started. طب هل انت كنت؟ تعال نجرب كله. احنا قلنا ايه هي اللي صح؟ اللي هي were you، اللي هي هل انت كنت. بس هنجرب الباقي طبعا. طالما هسأل سؤال هل ينفع ابتدي بيه، يبقى نستبعد بيه. انا قلنا لغة الاستبعاد دي حلوة قوي في الحل. دي تنفع طبعا؟ لا، لاني ما ابتديش انا سؤال بيه خالص. طب نمسك بقى ايه سي، دي تنفع؟ ما ينفعش اجيب did وراها بي كمصدر ابدا. اوكي did you be دي ما حصلتش، يبقى ما ينفعش، لازم اقول where you. 38 حاجة a nice time in the countryside. هنا معناها هل انت قضيت يعني وقت كويس في الريف؟ هل انت قضيت؟ نمسك ورد واحدة واحدة، نستبعد مين؟ يو، زي ما اتفقنا، لاني مش هبتدي سؤال بيو. دي سهلت لنا الموضوع شوية في ثلاث حاجات. طيب هل ينفع اقول had you had a nice time in the countryside؟ ايه اللي had you had دي ما ينفعش خالص هنا استخدمها، لازم استخدم past simple. did you have، هل انت قضيت وقت كويس في ال countryside؟ ورقم دي ما تنفعش، لان where you had ما ينفعش استخدم المصطلح ده، ان where يجي وراها had. اوكي بعد كده number 30 هناخد لغاية number 40 يا جماعة. Number 39 I had a lunch until I had returned home. طبعا احنا عارفين returned بيج sorry until اللي هي حتى الان، بيج وراها past past perfect اللي هو had والتصريف التالت يعني، وقبليها past simple منفي، ماضي بسيط منفي. until احفظوا القاعدة دي وما ننساهاش طول حياتنا. until ماضي تام وراها، وقبليها ماضي بسيط بس منفي. اوكي طيب I hadn't lunch ولا didn't have lunch؟ طبعا didn't have lunch، لان انا مش هنفي have اللي هو فعل يتناول، ده نفيه مش بهادنت، نفيه بديدنت. يبقى I didn't have lunch until I returned home. Number 40 I would call you if. هنا اتفقنا قبل كده 100 مرة ان قاعدة ايه في الحالة التانية بيجي وراها past simple بديل اهو would call. would call يبقى اعرف على طول انها الحاله الثانيه، يبقى بعد if ماضي بسيط اللي هو had. I would call you if I had any news، لو انا عندي اي اخبار. ها I wish I had a better time today. طبعا احنا خدنا دي في القاعده ان بعد I wish I بيجي وراها past، وهتحمل معنى المضارع ان انا كنت اتمنى ان يبقى عندي a better time today، وقت كويس النهارده. بس التمني ده في المضارع بس بستخدم ماضي. اوكي يبقى هات نمبر بس احنا كده هنقف لحد هنا، وعشان الفيديو ما يطولش عليكم ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني نكمل بقيه حل التشوز دي. يلا ذاكروا كويس يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.